واحد المؤسسة لفحصه في أقرب الأجال، وعلى الأقل يقوم على الأقل مسحة المؤسسة العضوية الشبه الطبية يجيزون له يجي هذا السجين إلى مرسل يسمى مرسل الطب. هذا النشاط جاء في إطار مبادرة الماستر العلوم الجنائية الدراسات الأمنية التابعة لجامعة عبد الملك السعدي بطنجة لفائدة الأحداث المتمدسين نزلاء المؤسسات السجنية بمؤسسة سجنية سجل محلي بطنجة. واحد الهدف من هذا النشاط ومن هذه المبادرة بالأساس هو تشجيع هذه الفئة الخاصة الأحداث المتمدرسين، تشجيعهم على الانخراط الإيجابي والفعال في برامج التكوين وبرامج التربية والتعليم التي تلقاها في المؤسسات داخل المؤسسات السجنية. أيضا كانت فرصة من أجل فتح يعني حوار وتوجيه هؤلاء المتمدرسين نحو الشعب ونحو المسالك المفتوحة في جامعة عبد الملك السعدي. نحن نؤمن على أن الحق في التعليم هو حق دستوري لجميع المواطنين بغض النظر عن ظروفهم بغض النظر عن وضعيتهم. أعتقد بأن سلب الحرية لا يسلب السجين الحق في التعليم الحق في التكوين، وما إلى ذلك جئنا لنصل لرسالة مفادها لهؤلاء الأحداث المتمدرسين أن سلب الحرية ليس نهاية المطاف، وإنما هو فرصة للتأمل، فرصة للتدبر، وربما فرصة للتكوين، فرصة للتعليم للبحث العلمي من أجل اكتساب يعني اكتساب شواهد من أجل اكتساب خبرة وتكوين أعمق من أجل الهدف وهو التأهيل والإصلاح وإعادة إدماج هذه الفئة. نحن نؤمن بأن التعليم والتربية والتكوين تساهم في الحد والوقاية من الجريمة وفي الاندماج المجتمعي وتطوير أساليب يعني تطوير السلوك. مؤسسة سجنية بطنجة تحديدا على محيطها الخارجي، وفي إطار أيضا انفتاح المؤسسة الجامعية في شخص كلية الحقوق بطنجة، نظمت هذه الأخيرة من خلال ماستر علوم جنائية والدراسات الأمنية إفطارا جماعيا لفائدة نزلاء الأحداث، وستكرم من خلاله عددا من سجناء الأحداث المتفوقين والمتمدرسين. وهذه البادرة إن دلت على شيء إنما تدل على وعي المؤسسة الجامعية بدورها في إعادة إدماج هذه الشريحة من المجتمع ودورها إلى جانب دورها التربوي. هناك دور اجتماعي تقوم به هذه المؤسسة الجامعية، وأيضا يعكس اهتمام هذه المؤسسة بفئة الأحداث ونزلاء المؤسسة السجنية بشكل عام.